مدرسة أحمد الخطيب الإعدادية الشرقية 19 نقطة قبل الفاصل في مقابل 5 نقط لمدرسة كفر الرحمانية بالبحيرة، لكن زي ما قلنا لسه في فرصة للتعويض مع أسئلة المعلومات العامة اللي كل سؤال فيهم ب10 درجات. الجديد بقى بعد ما رجعنا من الفاصل إن كل فرقة من الفرقتين قررت إنها تبدل لاعب، هنشوفهم بدلوا ليه وجابوا مين من فريق الاحتياطي بدل الفرقة الأساسية. مدرسة أحمد الخطيب نغم بدل يوسف، مش كده؟ خدتوا القرار ده ليه يا أحمد؟ نغم متمرسة أكتر في المشروعات وهي بدأت في المشروعات قبل يوسف. يعني نغم أنت ملف المشروعات مفترض كله معاكي بقى كده، يعني أنت هتضمني لهم الدرجات بتاعت المعلومات العامة إن شاء الله. صح كده؟ لو ما جابتلكوش الدرجات أنتوا حرين. طيب نروح لمدرسة كفر الرحمانية، كمان أنتوا عملتوا تبديل، فتحي طلع مكان منا مش كده؟ طيب ليه بقى فتحي؟ انت متخصص في ايه؟ لان فتحي قارئ اكتر في المشروعات القوميه اللي عملها الرئيس السيسي. يعني هنا كل فرقه قررت تستعين باللاعب اللي عنده اكثر درايه بالمعلومات العامه، عشان عارفين ان المرحله اللي جايه دي مرحله حاسمه، مرحله مهمه، كل سؤال فيها ب10 درجات. يلا نبدا الاسئله. اول سؤال لمدرسه احمد الخطيب، السؤال بيقول المدينة المخطط لها أن تكون المقر الجديد للبرلمان والوزارات هي العالمين الجديدة ولا العاصمة الإدارية الجديدة ولا الإسماعيلية الجديدة ولا المنصورة الجديدة؟ 4 اختيارات ومعاكوا 30 ثانية. عرفتوا الإجابة؟ مش محتاج بقية الوقت؟ طب قول لي قبل ما تجاوب، نغم كان ليها دور في الاجابه ولا لا؟ هي اللي قالت الاجابه. طيب قول لنا الاجابه ايه؟ العاصمه الاداريه الجديده. طب ليه يا نغم؟ انت بيقولوا ان انت قاريه في المشروعات كلها ومعاكي ملف المشروعات مسيطره فيه على الاخر، عرفتي منين ان العاصمه الاداريه الجديده هي المقر الجديد مش العالمين الجديده ولا الاسماعيليه الجديده ولا المنصوره الجديده؟ دي الاجابه الصحيحه ان شاء الله. يعني ان شاء الله، هي مش متاكده، هي بتتمنى. ان شاء الله هي دي. طيب لكن هي بالفعل الاجابه الصحيحه. معانا 29 نقطه مدرسه احمد الخطيب، ما تقلقوش نقدر ناخد ال10 نقاط لو ركزنا. وكمان فتحي معانا، فتحي مفترض ان هو معاه ملف المشروعات والمعلومات العامه. فتحي شد حيلك بقى، الفريق بتاعك كله دلوقتي متعلق بيك، كلهم مستنيين منك الإجابة اللي انت هتقولها. ركز كويس قوي. السؤال بيقول مصمم شعار المتحف المصري الكبير هو طارق عتريس، فاروق حسني، زاهي حواس أو محمود مختار؟ الوقت بدأ. هتبدلوا السؤال. كفر الرحمانية قرروا يغيروا السؤال ويبدلوه. السؤال البديل بيقول إيه؟ قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إعراب كلمة، تمييز منصوب، ولا فاعل مرفوع، ولا مفعول به، ولا حال منصوب؟ تمييز منصوب، فاعل مرفوع، مفعول به، حال منصوب. 30 ثانية الإجابة تبدأ من دلوقتي. خلي بالكوا الوقت بيعدي وانتم محتاجين ال10 درجات دول. احمد الخطيب معاهم 29 نقطة. 10 ثواني فاضلة، 8 ثواني، 7 ثواني، 6، 5، 4. فاعل مرفوع الإجابة به يعني؟ متأكدين؟ الإجابة خاطئة. أحمد الخطيب عندكم إجابة؟ عندنا درجتين لو صح، درجتين تحت لو غلط. تمييز منصوب. متأكد؟ مش محتاج تفكر فيها؟ أصل ده سؤال مش عندك في الأساس، يا هيديك درجتين يا هياخد منك درجتين، وأنت معاك 29 درجة. أنا عارف. أنت عارف ومتأكد. قلت لي إيه؟ تمييز منصوب. إجابة صحيحة. 31 نقطة في مقابل
خمس نقط لكفر الرحمنية في أسئلة المعلومات العامة، وده كان السؤال الرابع الحقيقة للمدرسة. بيتبقى سؤال كمان بالرغم من إحنا النتيجة تعتبر شبه محسومة، لكن هنسمع كمان السؤال ونشوف إذا في إجابات عليه. السؤال لمدرسة أحمد الخطيب بيقول: من الخدمات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة توفير وسائل الري، الاستثمارات المباشرة، إصلاح البنية التحتية، توفير الفنادق والقرى السياحية. أربع اختيارات والوقت بدأ. ماشي، عرفت الإجابة؟ اتفضل. إصلاح البنية التحتية. إصلاح البنية التحتية الإجابة الثالثة، يعني من الخدمات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة إصلاح البنية التحتية. كمان إجابة صحيحة وعشر درجات. 41 نقطة لأحمد الخطيب في مقابل 5 نقط لكفر الرحمنية. نسمع السؤال الأخير، مسألة مش بس درجات، مسألة إحنا بنجتهد وبنحاول نعمل اللي علينا وبنحاول نتعلم من أخطائنا ونستفيد. السؤال اللي ما بنعرفوش بنحاول إحنا نتعلم إجابته ونستفيد ونشوف إحنا غلطنا في إيه والمشكلة كانت فين ونعالجها. السؤال بيقول: افتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع مصانع أسمنت في مكان واحد بالشرق الأوسط والعالم عام 2016 2017 2018 ولا 2019؟ الوقت بدأ، وخلي بالكم حتى لو النتيجة محسومة طبعا ممكن تستخدمه. احنا بدلنا لاعب في الفريق وبدلنا كمان سؤال، ممكن نستعين بالفريق الاحتياطي، دي وسيلة مساعدة انتم ما استخدمتوهاش طول المسابقة، بس في حدود ال 30 ثانية. بسرعة يا جماعة ساعدوهم الفريق الاحتياطي يا شباب. حد عنده إجابة يفيدهم بيها؟ 2016 ولا 17 ولا 18 ولا 2019؟ مين اللي معاه المايك؟ 2016. دي اجابتكم؟ واثقين في الفريق الاحتياطي؟ ان شاء الله. هو الوقت خلص وعايزه اجابه نهائيه من الفريق الاساسي، هتستخدموا الاجابه اللي هم ادوها لكم ولا لا؟ هم قالوا 2016. احنا وقتنا خلص، ادوني اجابه. 2016. اجابه خاطئه. احمد الخطيب عندكم اجابه؟ اتفضل. 2018. بالفعل هي دي الاجابه الصحيحه. الحقيقه مدرسه احمد الخطيب ومدرسه كفر الرحمنيه الاثنين يعني قدموا اداء جميل، لكن في النهايه ما نقدرش نقول غير الف مبروك لاحمد الخطيب. وصلنا لنهاية المسابقة وانتوا الكسبانين.